ساعات طويلة من قضيها كلنا بالسيارة وخلف المقود أو الديركسيون، وطبعا النتيجة أوجاع ظهر وعنق وتشنج، وبيخلص اليوم والواحد بحس حاله زي اللي واخد علقة. أكيد الزحمة والساعات الطويلة مشكلة، ولكن كمان نحن مسؤولين ولو شوي من خلال طريقتنا الخاطئة بالجلوس وعاداتنا السيئة داخل السيارة. كيف وشو الحال؟ ثلاث أسئلة رئيسية لعدد من الناس اللي بيسوقوا عربياتهم في شوارع القاهرة. بتحس بأي ألم في جسمك وقت السواقة؟ وبتسوق كم ساعة تقريبا؟ وهل الأحسن لك تسوق ولا تركب مع حد سايق؟ لا الحمد لله ما بعانيش ولا ألم في الظهر ولا في الرقبة. بقضي حضرتك في اليوم 6 ساعات في العربية، أفضل إن أنا أبقى قاعد وحد تاني بيسوق. بحس بتعب لما يكون الدنيا زحمه وادوس مثلا فرامل، يعني بتاع 6 7 ساعات لو انا بسوق وقاعد جنب السواق بيبقى اعصابي بايظه، حاسب مش عارف ايه، هو بتبقى مشكله يعني. بعاني جدا من القعده في العربيه لدرجه ساعتها لما بتيجي ساعات ببقى عايزه اسيبها وانزل في الالم. بقضي من نص ساعه لساعه، ده لو انا رايحه شغل والسكه كويسه اللي جنبي بيبقى سايق مريحني. ساعات بسوق مده طويله وبحس بوجع في ظهري، بقضي 2 3 ساعات سايق في العربيه، اسهل لي ان اكيد اقعد جنب حد سايق. ما بحسش باي الام وانا سايق الحمد لله، حوالي 10 ساعات. الاحسن ان انا ابقى سايق احسن من اللي جنبي هو اللي يكون سايق، يعني انا اللي بيبقى سايق العربيه. الواحد ما بيسوق فتره طويله بيحس بالم في الرقبه والم في الظهر. متوسط الوقت اللي بسوقه 4 ساعات في اليوم. الاصعب انك انت تبقى قاعد جنب حد بيسوق، لانك انت بتبقى متوتر حسب حركته وحسب حركه العربيه، كانك سايقه اكتر. في اوقات الزحمه طبعا بنحس بتعب ظهر ورقبه والرجل الشمال، ده اساسي. بقضي سايق في العربيه تقريبا ساعه الصبح وساعه اخر النهار. الاصعب ان انا اللي ببذل الجهد في السواقه، الافضل ان انا اقعد جنب حد ما اسوقش يعني. اثناء السواقه طبعا الواحد بيحس بالم في ظهره وفي رجليه طبعا، والصداع بتاع عينيك عشان تركيز، والنور بتاع العربيات اللي بتبقى مقابله في وشك. قبل ما بروح مثلا 12 ساعه 13 ساعه 14 ساعه اسهل لي طبعا لما كنت سايق، احسن ما اكون قاعد جنب اي حد، ان انا راجل سواق طبعا. الحل عنا ومع ضيفتنا دكتور سمر حكيم استشاري العلاج الطبيعي. مساء الخير دكتور سمر. اهلا وسهلا فيك بضيافتنا. هالموضوع بنعرف انه في كثير ناس عندهم معاناه بالفعل، يعني بحسوا بالام باسفل الظهر وبالرقبه بسبب السواقه لساعات طويله، ليش هالمنطقتين تحديدا بيشعروا بالام وبتصير الام مبرحه مع الوقت كمان؟ هي الرقبه، لان اكيد محطوطه في وضع طبعا اللي هو الثابت، لانه بيفضل مركز في السواقه، فبتفضل حتى العضلات في تنشن لفترة طويلة من غير ما يرتاح أو يحرك. صعب أن أنت تحركي راسك أو تعملي وأنت بتسوقي، أنت مركزة، فبتبقى عضلات الرقبة في تنشن مستمر. بس عمليا يعني بيبقى المناطق اللي فيها ضغط أكتر اللي هي مناطق الظهر مع الحوض مع الركبة. دي أكتر المناطق اللي هي بتتعملت عليها دراسات علشان تتظبط الزاوية المريحة الصحية للقاعد بيسوق. حتى لو حصل لا سمح الله حادثة أو حاجة، طريقة القعدة بتاعتك هي اللي بتعملك مشكلة في الحاجات الحوادث اللي بتحصل، يعني سواء زيادة أو نقص في الخسائر يعني. وبالأزية صح. طب إلها علاقة كمان بالتركيز والتحديق للوقت كمان، يعني العيون إلهن علاقة بهالأوجاع كمان اللي بتحصل خاصة بمنطقة الرقبة دكتور ولا لا؟ بصي ممكن نربطها بالإضاءة كمان بالتركيز. بيكون في تركيز بالإضاءة شديد. بالتركيز يعني طبعا ده بيأثر يعني. إنما يعني الناس اللي بيسوقوا مدة طويلة، في طلعت اللي هي
المخدات اللي هي بتبقى عامله زي حرف السي بتاخد على حوالين الرقبه بالطيارات بحيث ان بالظبط اللي هي في الطياره دي بالناس الناس اللي انا سمعت التقرير اللي هم بيسوقوا مساكين 12 ساعه ويعني حاجه ده نص اليوم سواقه فطبعا استحاله ان هو يرتاح يعني. بعد كده ممكن يحطوا كمادات ميه دافيه او يدهنوا مراهم او كريمات معينه بحيث انها يقلل المسل تنشن اللي هو كان فيه طول فتره اليوم. طب الوساده اللي ذكرتيها بشو بتفيدهم؟ هتخلي الرقبة محطوطة في الوضع السليم بطريقة مريح يعني هو قادر يريح رقبته مش هو رافع الرقبة بحيث انها تفضل الوقت متشنشن خط مستقيم. هتبقى في الفقرات اللي فوق مريحة شوية على المخدة دي فهتبقى في البريشر اللي هو على العضلات نفسها هيقل شوية. طب اذا لقينا الحل للرقبة اسفل الظهر شو بيكون حل؟ بصي بقى بالنسبة لاسفل الرقبة الظهر مع الحوض ده اكتشفوا ان انت عشان القعدة مدة طويلة ده بيعمل بريشر على أوعية دموية درجة السبلاي بتاعها الدم للرجلين بيكون عالي جدا فالقعاد مدة طويلة ببريشر على منطقة الحوض ومنطقة الركبة بيقلل وصول الدم للرجلين فممكن يؤدي إلى جلطات لأن الدم بيوصل يعني أضعف منطقة بيوصل لها اللي هو القدم. انت قاعدة مدة طويلة على السواقة وفي بريشر على الأوعية الدموية دي فانت كمان بتساعدي ان انت بتقللي البلد سيركيليشن اللي واصلة للرجل فبتساعدي على عملية الجلطات. هل التخدير له عليه أو إشارة انه في مشكلة انه الدورة الدموية ما عم تشتغل وما عم يوصل الدم للأطراف لأنه على السواقة بتتخدر الإجر ما بيقعدوا حاسين فيها؟ ده بقى ليه؟ لأن بتبقى الواحد فارد ركبته ستريت فورورد كده اكتر يعني اللي هو قاعدين في ناس او الشباب بصفه عامه بيبقوا مرجعين الكراسي لورا قوي وفي كده ستايل معين بيسوقوا بيه فتلاقي الرجل مرفوق مفروده جدا ده من الحاجات اللي هي بتعمل زي لوك للركبه بتبقى مفروده كده على طول وبالتالي بتخلي عمليه التنميل موجوده. دي كمان بتخلي ان انت صعب ان انت يعني لازم يحط نفسه في وضع بحيث ان هو يقدر يتحرك ما يفضلش ثابت كميه طول المده اللي هو بيسوق فيها دي لازم يتحرك عشان يقلل البريشر اللي احنا قلنا عليه على الاوعيه الدمويه. أوكي. يبقى الزاويه بتاعه الركبه دي مهمه جدا لان هي طول ما هي مفروده دي كمان تصدقي بتخلي الركبه معرضه انها يحصل لها اي مشاكل بنسب عاليه جدا يعني اثناء لما بيحصل حوادث لان بتبقى الركبه مش ستيبل مش ثابته. نعم. الركبه بتبقى ثابته في درجه انحناء معينه فلازم يكون الركبه متنيه بطريقه معينه بحيث انها تعمل سبورت للشخص يعني ان هو لو لا سمح الله حصل أي حادثه او فرمل مره واحده او حد خبط او حاجه ما تبقاش لوز ما تبقاش الركبه سهله انها يحصل فيها احنا عندنا فيها كميه اربطه وفيها كميه صح هي مش بس يعني تفاديا معقده جدا صح. الركبه فاي حاجه تحصل فيها ممكن تعمل لك مشكله يعني احنا مش بس عم نحكي يعني بهدف يعني الافاده اذا بدك او الامتناع عن انه اي ضرر بيحصل من خلال حادثه انما حتى للوضعيه السليمه اثناء القيادة. نحن ما رح نكتفي بالكلام رح ننتقل إلى الصورة لحتى نشرح أكثر الوضعيات السليمة. أيوة. أوكي رح أبتدي مع حضرتك دكتور. هي الصورة دي هي الايديال في البوزيشن بتاعها هيدي المثاليه لحتى نقعد بالسياره. دي المثاليه. أوكي. لو تلاحظي ان السيت بيلت حزام الامان نفسه من الحاجات اللي بتعمل سبورت للجسم مع الكرسي ظهر الكرسي فبالتالي هو بيبقى ظهره ثابت ودي من الحاجات اللي هي بتبقى مريحه للقائد السواقه يعني ان هو ما يبقاش ظهره منفصل دي بتساعد على حمايه الظهر ان هو يفضل ثابت في الكرسي. هنا في القدم بعيد عن الكرسي شويه بحيث ان هو زي ما قلنا نقلل البريشر اللي هو بيبقى موجود على الركبه وعلى الحوض. البريشر في المنطقه دي هو اللي بيخلي زي ما قلنا اللي هي عمليه الجلطه تحصل بسهوله في القدم السفلى يعني. برضو عمليه الظهر لازم تكون فيه برضو فراغ او لازم يكون فيه هنا دي متهيألي موجوده هنا في الصوره دي لازم يكون فيه سبورت لامبر سبورت للظهر علشان الانحناء موجود هنا مثل ما عم نشوف بهي الصوره الانحناء موجود هنا الانحناء ده لازم يكون
في حمايه من ورا بوساده ظهريه، انا هوريكم شكلها لانها بتفرق جدا في هيدي للظهر صح؟ دي للظهر. اوكي دي الوساده دي نفسها فعلا مريحه، انا عن نفسي ما بستناش هي بتنحط اسفل الظهر، دي ورا الظهر، ورا الظهر ورا الظهر مش تحت. لا دي بتعمل زي بتعمل حمايه للعمود الفقري نفسه، فبتقلل الضغط على خلينا نشوف شو ميزتها دكتور. الظهر هنا بيكون مرتاح واخد الكيرف، يعني حتى شكل شكل الوسادة من هنا باين ان هي واخدة الكيرف اللي هو باين في الرسمة اللي هو باللون الأحمر. نعم. بيبقى يعني محمي الظهر بيها، يعني بيبقى سبورتد بيها يعني. وفي عندنا ارتفاعين من الناحية الشمال واليمين، دول بيبقوا مكان العضلات، فانت برضو بتخفيف الحمل على العضلات على اساس ان هي ما تبقاش هي اللي شايله التقل كله بتاع العمود الفقري طول الفتره اللي هو قاعد فيه. دي بتبقى فظيعه يعني، دي لو واحد جربها وجرب الكرسي العادي هتبقى فرق جامد يعني. انا ما بسالش عنها بصراحه. سبقتيني على الموضوع، في اشخاص بيرفضوا هيك قصص، بيقولوا نحن مش معودين، ما بنرتاح، ما بنشعر انه عم نسوق بشكل مريح، هل ممكن نتعود عليه يعني في حاله؟ لا هو ممكن يجرب كذا حاجه يعني، انا مش شرط دي معناها ان هي دي يعني اي دواء او اي علاج، الواحد بيجرب كذا حاجه واللي بيرتاح عليه بياخده يعني. ممكن انا ارتاح اللي انت ما ترتاحيش عليه يعني، لازم بس يكون في وساده. واللي بيرتاح بقى ده حاجه تانية بقى، ده يعني ده وضع مختلف، بس هي لازم يكون المنطقه حتى العربيات حتى ما تلاقيها لسه جديده ولسه الفرش بتاعها تلاقيه لازم يكون واخد الكيرف بتاع ده، كراسي المكاتب احنا عملنا كذا حلقه قبل كده على المناطق دي يعني. لازم يكون ده انحناء، ده خلقي يعني، ده موجود في العمود الفقري بتاعك. من الاسباب اللي بتعمل الديسك وبتعمل العرق الناس اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده وكل الالام بتاعه الظهر دي، ان العضلات اللي هي حوالين العمود الفقري بتبقى بالتنشن، بتبقى شديده وثابته او بتتقلص جامد، وبعدين تخلي العمود الفقري بقى ستريت، فانحنى الانحناء ده بيختفي. ده من ضمن الاسباب الاولانيه، انت ممكن نشوف الاكس راي نلاقي ان العمود الفقري بتاعه عامل خط واحد مش عامل الكيرف ده، فبيخش في مرحله الام بقى ومشاكل تانية احنا بنبقى في غنى عنها يعني. هل ممكن السواقه والعادات السيئه بالقياده السيارات تؤدي الى هذه النتيجه؟ طبعا يعني طبعاً. يختفي هذا الانحناء يعني نقول له فيها اوكيوبيشنال بقى يعني انت وظيفتك ايه، فاحنا بنحكم على الوظيفه دي بتجي لها الامراض كذا وكذا وكذا، فما يقول لك مثلا انا باجي كذا اول حاجه بنسالها له انت وظيفتك ايه، فبيقول لك سواق. السواق يعني في امراض تانية بتجي لهم معينه في الوش مثلا، بيسوق في البرد بيجي العصب السابع عنده بيتصاب، دايما اللي بيسوق في فتره الفجر مثلا، في حاجات معينه مرتبطه بطبيعه العمل. ده مش بيسوق بقى مشوار صغير، وده بيسوق مسافات 12 ساعه بيقول مسافات طويله. طب بدي ارجع شوي معك لنقطه الركبه بقى، مش بس الركبه، قبل ما نوصل للركبه في اشخاص مثل ما كنا عم نحكي شباب بيسوقوا بطريقه معينه. أيوه. يعني بيفرض اجري كلهم بطريقه اذا بدك مستقيمه، وبنلاقيها كثير. هيدي شو سيئتها وليش لازم يكون في مسافة، وقدي لازم تكون المسافة بين المقود وبين كرسي بالزبط. السائق المسافة دي لازم يبقى الإيد تبقى متنية كده، طبعا هم بيسوقوا هي مفرودة، كل الفرد ده بتاع المفصلين مهمين جدا يعني، اذا ما خسر حياته للشغل. ايده للشغل، ده انا بقولك لو خبط لو العربيه طبعا كلها دلوقتي لو مجرد ان انت خبطتي بتلاقي الكراش بتعمل لك حركه جوه العربيه من غير ما يحصل له هو اصابه يعني. لو بتحصل للركبه وللايد، المسافه دي بقى هو بيحددها حسب بتاع، بس طبعا لازم ما يكونش لازق جوه مش يكون كتير قريب يعني، عاده. أيوه. الستات بيكونوا كتير قريب، خطر جدا. خطر جدا برضو، انت او اي حادثه هتحصل او اي فرمله هتحصل هتخش في التشيس، في عضلات في الفقرات في الريبس نفسها، في القفص الصدري. صح. فلازم يبقى في مسافه بحيث ان انت تبقي سايقه في مسافه بينك وبين الدريكسيون، ولازم ما تكونيش لازقه فيها، لان برضو ان انت تبقي 90 درجه مع الكرسي و90 درجه مع الركبه ده برضو مش سليم ومش مريح. فدايما في الصوره دي حلوه قوي، مبينه الزاويه اللي هي لازم تكون بين الحوض وبين الرجل من 100 درجه ل 110 درجه، دي انسب زاويه. ده كل دي اتحسبت بدراسات علشان يشوفوا
المريح وايه الصحي اكتر يعني. فلازم دي تكون 100% 110. ولو تشوفي برده الركبه مش مفروده ستريت فورورد كده خط واحد ولا متنيه جدا، لان برده التاني مده طويله برده بيساعد ان انت بتعملي بريشر على العضله الاوعيه الدمويه زي ما قلنا قبل كده، فبرده بيعمل عمليه اللي هي التجلطات. لازم تكون القدم مفروض الرجل نفسها مفروده مثلا من 110 ل 115 درجه مثلا، ما تبقاش 90 درجه وما تبقاش اقل. هي بفتكر لما بنقرب اكتر على المقود يعني تلقائيا لازم الاجر تصير كتير اذا بدك المتنيه بالظبط. المتنيه قوي برضو لو عملتي فرمله هتتني اكتر وهتخش في الـ في الـ في التابلو من قدام او الدريسيون، وده هتعمل مشكله. ولو مفروضه زي ما قلنا هتخلي الركبه معرضه لاي اتجاه عكس سواء شمال او يمين من الحركه بتاعه العربيه بعد الحاسه يعني او بعد الخبطه، برضو هيخليها اي رباط موجود صليبي بقى الاربطه الجانبيه اللي هي للركبه دي بتتصاب بسرعه يعني. مثل الوضعيه اللي فوق كنت من شويه بدك تشرحي عن وضعيه الركبه. ايه دي يعني دي الثانيه صح ودي تقريبا الثانيه صح، دي اللي غلط يعني. دي اللي بنقول عليها مفروضه جدا غلط. لازم هنا في العلامه الزرقاء دي المفروض ان انت تبقي مديه سبيس ان رجليك تتحرك على الدواسات بطريقه ما تبقاش فيها اعاقه. لازم تبقى الشوز اللي انت لابساها او السيده طبعا بالنسبه للسيدات ما تبقاش اللي هي الكعب المرتفع لانك بتعملي تنشن للوتر بتاع العضله من ورا وانت بتسوقي. انا اعرف ان الستات لازم يلبسوا كعوب معينه اثناء القياده وبعد كده ممكن تلبس التالون يعني بعد السواقه. هنا المسافه طبعا لازم الكرسي يكون مرتفع ما يبقاش ستريت. برضو في ناس بيحطوا مخدات تحت الكرسي نفسه او بينه وبين الكرسي بحيث برضو تعمل له ارتفاع معين. يعني انا قصدي ان احنا ممكن نتحايل على الكرسي حتى لو كرسي اوتوبي او كرسي سواقه. هو ليه اهميه الارتفاع يعني؟ برضو بتبعدي الضغط. انا كل ده عاوزه ابعد الضغط من الحوض ومن الركبه، لان انت او ان انت تقعدي بطريقه بحيث ان انت تقدري تتحركي كل ساعتين، او اذا اللي بيسوق مده طويله مثلا ممكن ينزل من العربيه السواقه ياخد بريك او يحرك رجليه شويه او حاجه، لان ده برده بيزود الدوره الدمويه شغالها عندهم. الحاجات دي برده بتبقى مهمه بالنسبه للصحه. المنطقه العضلات والفقرات كلها بتبقى خطر يعني. صح. طب دكتور ما بعرف هيدي الوضعيه رابعة ذكرتني شوي او الى حد ما بعض الناس اللي بيسوقوا بطريقه كتير قريبه. يعني ما بيريحوا ظهرهم، بيكون بطريقه قريبه، هيدي شو داعيتها على المدى البعيد؟ يعني الى حد احنا قلنا لازم يبقى مريح ظهره علشان برضه لازم يبقى الظهر. عم قول انا في حال ما بيقدر، في اشخاص غصب عنهم بيكون عندهم تنشن من السواقه او بيخافوا من السواقه، خاصه يمكن الكبار بالسن اكثر، بيسوقوا بطريقه كثير قديمه وما ما بيرجع ظهره لورا. دي بتبقى مشكله، لان انا بشوف وفي سيدات مثلا ممكن تكون قصيره شويه او خايفه او نظرها ضعيف شويه، انت بتحسي ان انت لو فرمانت هتخش في 100%. طب ما هي دي انا بقى مشدوده وهي بتسوق جنبي يعني، في اي واحده بتسوق او حاجه بتبقى مقربه كده يعني لازم هي تظبط القعده بحيث ان هي لازم في سبيس. لازم يبقى الفيجن. شوفي لها صوره وراكي كنا عم نشوفها مثلا من الطريقه مثل ما هون عم نشوف السواقه، هون في خطا بال لا متهيألي لا باللي شفناها. لا ما فيش، لان هو مظبط يعني حاسه تحس ان في الزاويه اللي احنا قلنا عليها ال 100 ال 110 دي فما فيهاش ما فيها اي مشكله. اكتر هي المشكله ان هو بقى لو السيدات وزنهم مرتفع شويه صعب انها تظبط القعده، هي هتضطر تقعد زي ما في احدى السيدات شفناها بالتقرير بنحس وزنها يعني شوي زايد مليانه وعم عندها هالمعاناه. الوزن كيف بيكون له تاثير على وضعيه الجلوس وقديش ممكن كمان يكون بالتالي له اذا بدك هيعمل لها مشاكل اساسا بصرف النظر عن القياده او يعني هو هيعمل لها مشاكل. يعني هي اكيد اوريدي عندها مشكله في العصب او مشكله في الركبه 100%، ان احنا المشاكل دي بتجيلنا من الوزن بصرف النظر بقى بتسوق، دي بتزود الالام بقى عندها وبتزود سرعه انها يبقى عندها تاكل في الركب او حاجه، فهي تخس وبعدين تبقى تظبط القعده بتاعت الكرسي، لان ان الوزن الزياده ده فعلا بالنسبه للسيدات كمان بتبقى مشكله على المدى البعيد، بتبقى وزنها مش عارفه تنزله فمش عارفه تحل مشكله الظهر ولا الركب، لان دول مين اللي بيكونوا مشكلتهم زياده الوزن. فالقعاد القعاد بطريقه غلط لازم تقوم تلاقي رجلها منمله، العصب بتضغط عليه جامد فعرق النسا ده ابتدى ينقح عليها اكتر، الركب طبعا اللي عندهم خشونه اصلا
بس يعني حتى لو بتاع القعده مده طويله على كرسي سواء هو بيسوق او قاعد جنب اللي بيسوق مده طويله لازم برضو تعمل الام بتبقى كمان بايخه وموجعه. طب الحامل لا حول ولا قوه، يعني هيدا الوزن اللي عم نحكي عنه موجود الحامل بنفكر كيف طريقه القياده هي اهم حاجه في الحامل. بتبقي بتفكري انها ازاي تبقى سكيور، يعني كل تفكيرك يعني ازاي تخلي اول شيء البلت يعني بيكون شوي صعب عليها ست بلت. ممكن هو لبعض الستات بيكون صعب عليهم، بس هي تلاقيها تلقائي بتظبط المسافه بحيث ان هي حتى ما تقدرش تبقى قريبه من الدريكسيون، بتبقى الظهر بتاعها محطوط في الوضع اللي احنا قلنا عليه ده. بس هي اهم حاجه انها المسافه برضو، لان لو حصل لا سمح الله اي اكسيدنت او اي فرمله بس مؤكده تلاقي نفسها بتدخل في الدريكسيون كده، فبرضو بتبقى اهم حاجه في التفكير لينا بالنسبه لنا ان هو يعني ازاي تبقى في امان. يعني احنا دايما نظبط قعدتنا والمقعد اللي قاعدين عليه بشكل منطقي، يعني نضلنا مثل ما بيقولوا نرجلج ونظبط الظهر وتحت وقربنا اذا بدك من المقود بطريقه منطقيه. بالزبط. يعني ما نبالغ بالتقديم وما نبالغ كمان انه نرجع كرستنا لورا. يعني لو هم بيحبوا السواقه بالطريقه دي يعني يبقى هو الواحد يعملها مسافات قليله مثلا او يعمل كده ويرجع تاني للطريقه، لان برضو العادات بتخليكي صعب ان انت تغيري للقعده السليمه حسب ما بتتعود. لو العادات يعني السيئه بتخليكي تتعودي عليها، فلازم الواحد يعود نفسه ان هو يبقى ما بين كده وما بين كده. لفتيني بنقطه قلتيها مرقت عليا هيك مرور الكرام، قلتي حتى اللي جالس حد السائق ممكن كمان لو قاعد لفترات طويله لانه نحن بنحس الحمل الاكبر هو على السائق اكثر لانه بيبقى مركز صعب ان انت تتحركي وانت بتسوقي، حتى لو سواء بتسوقي مسافات طويله او سفر او حاجه بتبقي متنشنه، يعني التنشنه نفسها بتخليكي مركزه وتبقى العضلات عليها افورت اكتر من اللي قاعد جنب السواق بيقدر يحرك ظهره شويه يرفع جسمه شويه من على الكرسي بحيث ان هو يعمل. بس هي وضع الركب عندنا بيبقى مشكله، ممكن يفردها بقى ممكن يتنيها، اللي بيسوق ما يقدرش يفرد ويتني وهو بيسوق، فلازم تبقى الكرسي بتاعه ثابت بطريقه بحيث ان هو بيسوق ما يقدرش يعني حتى لو اتحرك ما يبقاش فيها خطر عليه اثناء السواقه. نعم دكتور، هذا السؤال كمان طرحناه على اصدقائنا من خلال السوشيال ميديا. شو مروان، شو السؤال المطروح؟ انا حطيت السؤال، هل تعاني من الام في جسمك بسبب قياده السياره لوقت طويل؟ ويعني عايز اقول لك 100% اجماع الناس كلها بتعاني عندها الام، ويمكن اكتر الناس اتكلمت على الام في اسفل العمود الفقري وبعض الخشونه في الرقبه. وفي ناس كتيره بقى يعني بتتكلم، هنا نور بتقول طبعا جوزي بيتعب جدا من السواقه، اماني بتقول ايوه طبعا بس مطبات الطرق عليها عامل كبير جدا، وليد عباس بيقول اكيد بس حلها الحركه الرياضيه المشي، وفي مودي بيقول ان هو لو الطريق مش مزدحم عادي بيسوق 12 ساعة ده لو كده مش زحمة يعني، لكن في الزحمة هو بيركن العربية وياخدها ماشي. وفي اسماء طبعا بتقول برضو العمود الفقري، في ناس كتيرة يعني امير مسعد بيقول احيانا بشعر بألم في الظهر مع طول السفر، ده اكيد ده كلنا يعني. فهو اجماع ان السواقة فعلا خاصة في الشوارع الزحمة اللي بقينا فيها في مصر يعني ان هي بتسبب فعلا ألم جامدة جدا يعني. في نقطتين اتقالوا حلوين اللي هي المطبات فعلا دي من النوع اللي بتعمل كراش للفقرات الرقبة، ودي فعلا هي اللي بتسبب ده كان مش مطبات، دي هي الشوارع دلوقتي اساسا بقت ظريفة مسلية يعني، فتلاقي رقبتك اللي طالعة نازلة كده، فلازم فعلا دي من الحاجات اللي ممكن تسبب ألام. والشخص اللي قال الرياضة برضو دي فعلا اللي هي الوقاية خير من العلاج، يعني ان طول ما انت ماشي عضلات رجليك قوية وسليمة وعضلات الظهر بتبقى قوية وسليمة فبتقدر تستحمل اللود مدة طويلة. دكتور ختاما، هل هناك من علاج او نوع من علاج روتيني بنقدر نقوم فيه من فترة للتانية لنحمي حالنا، يعني نفك العضلات نحسن اذا بدك سير الدورة الدموية؟ بصي في الشتاء ممكن اللي هي الكمادات الدافية، لان احنا فترة الشتاء بيبقى اساسا العضلات فيها عندها استعداد انها تتيبس بسهولة. في حاجات بقى اللي هي الرفاهية اللي طلعت جديدة اللي هي الوسادات اللي هي بتعمل سخونة اللي هي بتتحط في الولاعة دي وبتعمل مساجات كمان، وبتعمل مساج او بتعمل سخونة، مجرد السخونة بتعمل لك الدورة الدموية بتشتغل، يعني مش عملية تدفئة اكتر ما هي بتشغلي الدورة الدموية، فانت بتساعدي انها تبقى صيف او شتاء بقى، لان احنا
في العلاج بحطوها بالسياره على فكره. بتبقى عامله زي معموله زي الولاعه كده، بتبقى ظريفه يعني، بتلت ساعه او حاجه مش هتاثر يعني. هيدا بالشتاء بس ده منه لا والله، ما انا بقول لك دي لو في الشتاء هتبقى ظريفه انها تعمل تدفئه، بس في الصيف احنا بنستخدم الحاجات العلاج اللي هو الحراري ده. في العلاج الطبيعي ده اساس، ده يعني في كل الجلسات عندنا لازم نستخدم العلاج الحراري. العلاج المائي بقى ان هو الحمامات السباحه او الناس اللي مفيش مجال ان هم يعوموا مثلا مرتين في الاسبوع او ثلاثه في الاسبوع، الدش الميه الدافيه ان هو ينزل على الظهر او على الرقبه، ده بيبقى نوع من انواع العلاج الرائع اللي هو الطبيعي من غير ما يحتاج ان هو يعمل باستمرار. بقى انت ما تديش فرصه ان عضلاتك تبقى فيها تيبس او تشنج، عشان اي مشوار هتعمليه هيبقى فيه صح فيه هذا النوع من التعب. شكرا كثير لك دكتور سماح حكيم، يعطيكي الف عافيه. ان شاء الله كمان يكونوا كثار من المشاهدين استفادوا من هالمعلومات اللي اعطيناها، لانه مثل ما شفنا بتطال شرائح كثير كبيره من الناس اللي عندهم معاناه من السواقه او القياده لفتره طويله. فاصل اعلاني ومن بعده مشاهدينا رح نحكي عن الماريونيت واسرار هذا العالم بعد البريك.